ورشة لبناء طريق سريع يربط بين وارسو وبرلين في قلب الريف البولندي، ومتعهد المشروع شركة صينية للمرة الأولى في دول الاتحاد الأوروبي، والعمال الصينيون يعملون بوتيرة عالية ليكون الطريق جاهزاً قبل يونيو المقبل، موعد بطولة أوروبا في كرة القدم. أخذنا في الاعتبار الجدول الزمني الضيق واتخذنا القرار بتسريع وتيرة العمل. بدأنا بالمشروع في الشتاء الماضي. منذ بداية العام 500 عامل صيني تابعون لشركة كوفيك الصينية المتعهدة للمشروع يتناوبون العمل على مدار الساعة من أجل الانتهاء من الطريق في الموعد المحدد، وقرب موقع المشروع تم استئجار مدرسة وتحويلها إلى مهاجع للعمال، وقرية فيسكيتك البولندية لم ترى يوما مشروعا بهذه الضخامة. قبل المشروع كان هناك قرية زراعية مسالمة، وفجأة ظهر هذا الاستثمار. بالنسبة إلينا هذا شيء صادم، ومشروع بهذا الحجم يغمرنا بضجيجه. ليس الجميع موافقين على هذا البرنامج التحديثي. الشركات البولندية تقول إنها تواجه منافسة غير عادلة من قبل الصين، وحتى إنهم يتهمون شركة كوفيك الصينية بممارسة سياسة الإغراق للفوز بهذه الصفقة التي يمولها الاتحاد الأوروبي. ولكن هل تعمل كوفيك حقا في مشروع خاسر ماديا؟ العمال رفضوا الإفصاح عن أجورهم، والشركة رفضت التعليق على النواحي المالية المتعلقة بالصفقة، ولكن أحد المدراء يقول إن الدخول إلى السوق الأوروبية قد علمهم أشياء كثيرة. الفضل لهذه التجربة أننا تعلمنا كثيرا حول كيفية العمل في أوروبا وطريقة عمل الناس هنا، وهذا سيساعدنا على تطوير أسواق عملنا. تمكنت شركات بولندية تقوم بالتزامات في المشروع من إيقاف عمل الشركة الصينية لأسبوع، ولكن العمل استؤنف فيما الحكومة البولندية تبقي عيونها مفتوحة.